أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية والتي نتناول خلالها عدد من الموضوعات، والبداية من تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. مسؤولون محليون إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد. هذا وقال رئيس بلدية موسكو إن 4 طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات وفقا للمعلومات الأولية. أعلنت مصادر أوكرانية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم صاروخي روسي استهدف منطقة سومي الأوكرانية. وأضافت المصادر أن هناك أضرارا مادية لحقت ببعض شاحنات الحبوب المخصصة للاستخدام في حصاد المحاصيل. هذا وتعهد حلف شمال الأطلسي الناتو بتكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم القدرات الدفاعية في خضم استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال أمين الحلف يانس ستولتنبرغ إن أوكرانيا تواصل اعتراض الصواريخ بشكل يومي، مشيرا إلى أن قدرة أوكرانيا تتطلب زيادة الإمداد والمزيد من الدعم، مؤكدا ضرورة مواصلة تزويد أوكرانيا بالمعدات والذخائر للدفاع عن نفسها. في ظل الدعوات الأوكرانية لحلفائها بالسماح لها باستهداف مناطق داخل روسيا، أعلنت السلطات الروسية أنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيرات بعد إسقاطها أكثر من 150 مسيرة فوق 15 منطقة روسية، من بينها 2 فوق العاصمة موسكو. وزارة الدفاع الروسية قالت إن العدد الأكبر من المسيرات وهو 122 مسيرة أسقطت فوق مناطق كورسكا وبريانسكا وفورينغ وبولغرود المحاذية لأوكرانيا، ويأتي ذلك بعد أيام على استهداف روسيا لبنى تحتية أوكرانية للطاقة بأكثر من 200 من المسيرات والصواريخ في هجوم كبير، كما يأتي بعد قرابة شهر على إطلاق أوكرانيا هجوما في منطقة كورسك الروسية رغم مواصلة القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا. في هذا السياق كثف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الضغوط
على الولايات المتحدة للسماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية. وقدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت في استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود. من جانبه أقر قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي بأن الوضع صعب في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي، لكنه أشار إلى اتخاذ جميع القرارات اللازمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت منطقة سومي الواقعة على الحدود بين البلدين، بينما تصدى سلاح الجو لطائرات مسيرة هجومية. وتقع سومي على الحدود مع منطقة كورسك الروسية، حيث توغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه مدينة بورفسك، وهي مركز ذو أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا. مشاهدينا، ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي. أستاذ رامي، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. في بداية، يعني كيف ترى انتقال الحرب من أوكرانيا إلى العمق الروسي؟ هذا التطور كيف تقرأه؟ لا شك أن هذا تطور هام من وجهة النظر الرمزية، لأن فعليا هذه سابقة أن تتعرض أراضي روسية للاحتلال منذ الحرب العالمية الثانية، أي منذ قرابة 8 عقود. كذلك هذه سابقة من جهة شن دولة غير نووية هجوما على دولة نووية، وكذلك هناك معنى رمزي كبير لذلك. لكن على الصعيد العسكري والاستراتيجي، المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا لا أهمية كبرى لها، فهي لا تحتضن أي حقول نفط أو أي منشآت حيوية أو أي قواعد عسكرية باستثناء محطة كورسك النووية، ولكن القوات الأوكرانية لا تزال بعيدة عنها. طيب، لو تحدثنا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأكيد الاتحاد الأوروبي يدعمان بشكل كبير أوكرانيا في هذه الحرب، ومع ذلك يعني تصر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا التي يعلمون تماما أنها لن تدخل بشكل كبير وتستهدف مواقع مهمة لروسيا، بماذا تفسر ذلك؟ ويعلمون تماما أن يعني الدب الروسي لا يمكن أن يتم هزيمته. بالفعل الغرب يدرك أنه لا يمكن هزيمة روسيا عسكريا، ولكنه يدرك أيضا أنه يمكن إضعافها من الداخل. وفعليا كان ذلك يحدث في 90s القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل بوريس يلسن، حين كانت روسيا تعيش أزمات داخلية كبرى مثل الأزمة الشيشانية والأزمات الاقتصادية، وحينها نتيجة للأزمات الداخلية أصبحت روسيا ضعيفة على الساحة الدولية أيضا. فالآن الغرب يراهن على إحداث حالة من الغضب لدى السكان الروس، وزرع في عقولهم صورة مفاده أن السلطة عاجزة عن حمايتهم وأنها لا تسيطر على كامل أراضيها. ولكن حتى الآن هذا لم يحدث لعدة أسباب، ومنها أن المناطق التي تحتلها أوكرانيا تقع بعيدا عن وسط روسيا. صحيح أنه نزح منها نحو 150,000 شخص، ولكن هذه النسبة ليست بذلك التأثير حتى تغير مزاج الرأي العام على مستوى عموم البلاد. نعم، لو تحدثنا على مستوى المفاوضات أستاذ رامي، يعني أوكرانيا البعض يقول أنها ربما تدخل إلى روسيا أو تقوم بهذه الهجمات نوعا من الضغط على روسيا كي تجلس على طاولة المفاوضات. برأيك هل تنجح أوكرانيا في إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ بالفعل هذا هو الهدف المعلن من الهجوم الأوكراني، وقد أكده مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولاك. ولكن فعليا هذا الهجوم أهدف نتائج عكسية، والآن أصدر مجموعة من كبار المسؤولين الروس بمن فيهم
الرئيس بوتين ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف رسائل واضحة بأنه لا مجال للتفاوض في المرحلة الراهنة، علما أنه قبل هذا الهجوم على كورسك كانت روسيا وأوكرانيا أقرب لعقد المفاوضات أقرب من أي وقت مضى، لأنه قبل ذلك أجريت عمليات مثل تبادل السجناء بين روسيا والغرب وازدادت جهود الوساطة الصينية والمجارية، ولكن هذا الهجوم نسف ما تبقى من الثقة وأدى إلى تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى. متى ربما تجلس روسيا على طاولة واحدة مع أوكرانيا؟ كان من المتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية العام، ولكن الآن بات واضحا أن هذا لن يحدث في الأفق المنظور، وحتى هناك خبراء عسكريون روسيا يتحدثون على شاشات التلفزيون الروسي ويؤكدون أن الاحتلال الأوكراني لكورسك لن ينتهي إلا مع انتهاء الحرب، فبالتالي هذا يعني أن الحرب قد تستمر لعام آخر على الأقل. طيب، مع اقتراب عقد أو إقامة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني هل تتغير المعادلة؟ هل أيضا يعني هذه الانتخابات سحبت الضوء عن هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي يعني تستمر إلى مدى غير معلوم حتى يتم مثلا انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، وربما تتغير المعادلة فيما بعد؟ أنا أتفق معك في النقطة أن الولايات المتحدة أو الانتخابات في الولايات المتحدة أبعدت الأنظار عن الحرب في أوكرانيا وكذلك عن الحرب في قطاع غزة، وهذا فعليا زاد من جرأة أوكرانيا وإسرائيل في إجراء العمليات مثل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الحالة الإسرائيلية، أو شن الهجوم على كورسك في الحالة الأوكرانية. أما بخصوص نتائج الانتخابات، في حال فوز هاريس هذا سيعني امتدادا لنفس خط بايدن، أي تزويد أوكرانيا بما يكفي من السلاح لعدم تعرضها للهزيمة، ولكن أيضا ضمان عدم تعرض روسيا للهزيمة خشية من ترسانتها النووية. أما ترامب فهو صحيح أنه أكد أنه قادر على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، ولكنه ملياردير شعبوي ولا يتمتع بخبرة سياسية كبيرة، ولذلك أنا لا أتوقع أن يتحقق ذلك على أرض الواقع. نعم، إذن لو تحدثنا أن يعني في حالة فوز دونالد ترامب سيكون هناك سيناريو، وأيضا كمالا هاريس هناك سيناريو آخر، ليس كذلك في التعامل مع الأزمة الروسية؟ بكل تأكيد، لأن نهج الحزب الديمقراطي يعتمد على درجة عالية من التضامن الأورو أطلنطي ودعم حلفاء خارج الحدود الأمريكية. أما نهج ترامب فهو يعتمد على رفع الشعار أمريكا أولا، ليس كمجرد شعار وإنما كمنهجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وترامب كرجل أعمال يرى قوة الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف وليس في دعم حلفاء خارج أراضي الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، فمثلا عندما انتخب ترامب في عام 2016 كان كثيرون يصفونه بأنه مرشح الكريملين ورفع شعارات تحسين العلاقات مع روسيا، ولكنه لم يتمكن من مواجهة الاستابليشمنت الأمريكي الذي تجمعه معادات روسيا بشقيه الديمقراطي والجمهوري. نعم، أخيرا أستاذ رامي، هل يترقب الشارع الروسي أو حتى السلطة الروسية على رأسها فلاديمير بوتين قدوم رئيس آخر للولايات المتحدة وربما يغير من المشهد؟ هذا الشعور كان سائدا في عام 2016 حين كانت روسيا تترقب وصول ترامب، وحتى مجلس الدوما احتفل بانتخابه وانتشرت نكت من قبيل أن الرئيس بوتين عين ترامب حاكما لمقاطعة أمريكا الشمالية، ولكن بعد عدة أشهر أصيبت روسيا بإحباط كبير عندما رأت أن ترامب كرجل أعمال يختار ما يخدم مصالحه الداخلية وليس العلاقات الروسية الأمريكية، فبالتالي أعتقد أن روسيا تنظر إلى الانتخابات الأمريكية بشيء من الرصانة. نعم، شكرا جزيلا من موسكو والأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي على وجودك معنا. وفي هذا السياق، كثف رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي
الروسية. هذا وقدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها قصرت استخدام أسلحتها على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود. من جانبه أقر قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي بأن الوضع صعب في مواجهة الهجوم الروسي الرئيسي، لكنه أشار إلى اتخاذ جميع القرارات اللازمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت منطقة سوميا الواقعة على الحدود بين البلدين، بينما تصدى السلاح الجو لطائرات مسيرة هجومية. هذا وتقع سوميا على الحدود مع منطقة كورسك الروسية، حيث توغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه مدينة بورفسك، وهي مركز ذو أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا. وهاتفيا من كييف ينضم إلينا الأستاذ محمد العروقي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، برحب بحضرتك. أهلا بكم. دلالة استمرار هذه الحرب حتى هذه اللحظة برغم دعوات كييف للجلوس على طاولة مفاوضات؟ تحياتي لكم. يعني نعلم جميعا أن من بدأ هذه الحرب هو الجانب الروسي في 24 فبراير 2022. 3 سنوات الآن، نقترب من 3 سنوات في هذه الحرب. أوكرانيا اللي طالما يعني طالبت بالجلوس على طاولة المفاوضات الجانب الروسي والتناقش بالأمور المهمة والمحورية، ولكن نجد هناك تصلب الموقف الروسي باقتضام أو احتلال الأراضي الأوكرانية وضمها إليها. هذا أيضا دعا الجانب الأوكراني لفقدان الأمل بأي وسيلة لإقناع روسيا بالجلوس إلى جانب على طاولة المفاوضات، وبالتالي نشاهد في الآونة الأخيرة ازدياد في حدة المعارك بين الطرفين، خاصة أن الجانب الأوكراني صعد أيضا من جانبه لإرغام روسيا على الجلوس لطاولة المفاوضات. وحقيقة في الوقت يعني الحالي وبعد شهر ما حدث في إجمالا في شهر أغسطس، لا يبشر يعني بأن هناك أجواء لجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات بعد. طيب، لو تحدثنا عن الأهداف الرئيسية لهذه الحرب بالتأكيد التي بدأتها روسيا ودلالة استمرارها لمدة 3 سنوات تقريبا، أستاذ محمد، يعني هل يعني ذلك أن روسيا لم تحقق أهدافها، وما هي أهدافها حتى تنتهي هذه الحرب؟ يعني أحسنتم بالسؤال. يعني حقيقة حتى الآن يعني 3 سنوات من الحرب ولا نعرف ما هي أهداف روسيا. يعني روسيا أولا بدأت هذه الحرب وقالت يعني 3 أيام إلى أسبوع نجد أنفسنا ندخل في العام الثالث، قالت القضاء على النازية. وما هو معنى النازية من وجهة النظر الروسية؟ قالت إنها لحماية سكان الدنباس. سكان الدنباس هم ضمن الأراضي الأوكرانية التاريخية والمعترف بها دوليا، ولهم وعليهم حقوق. فبالتالي لا أحد الآن يعلم. قال الخطر الأوكرانيا الأمني. أوكرانيا حتى الآن ليست عضو في الناتو أو عضو في الاتحاد الأوروبي. يعني كانت هناك أمور كثيرة تستطيع أوكرانيا وروسيا الجلوس على طاولة المفاوضات قبل بدء هذه الحرب وحل هذه الأمور بشكل ودي، ولكن لحتى الآن لا أحد يعلم أو يعرف ما هي أهداف روسيا الحقيقية. حقيقة يعني هناك عقدة تاريخية، روسيا لا تعترف بأوكرانيا كدولة وككيان مستقل، وأنها دولة جارة يجب أن يكون هناك حقوق، يعني حقوق الاحترام المتبادل بين دولتين ذات سيادة. فمن هذه النقطة لا أحد يعلم ما هي الأهداف وما هو الهدف الرسمي الذي يريده الرئيس بوتين من وراء هذه الحرب. تعليق هذه المفاوضات أو حتى يعني عدم الموافقة من الجانب الروسي عليها، هل يعني أن روسيا ربما تضغط على أوكرانيا يعني بشكل أو بآخر لتقديم أي تنازلات؟ يعني أعتقد لا أعلم ما هو الضغط الروسي المستقبلي غير السلاح النووي. يعني إذا احتاجت، وهذا لن يكون أيضا بالسهل استخدام روسيا لهذا السلاح، لأنها حين ستكون ردة فعل أيضا غربية غير مسبوقة على روسيا. لكن غير ذلك، ماذا فعل الضغط الروسي على أوكرانيا حتى 3 سنوات؟ يعني بالنسبة وتناسب في ميزان القوة، ويقال أن روسيا دولة عظمى، لم تحقق الأهداف التي تتحدث عنها. نحن نسمع في الأخبار أن هناك في شرق أوكرانيا معارك متواصلة في منطقة الدنباس
أي مدينة دنيسك، والجميع يعني كان يعتبر أن هذه المنطقة تم الاستيلاء عليها منذ العام 2014. لحتى الآن هذه هناك مناطق تخضع للسيادة الأوكرانية. في منطقة خاركف دخل الروس هناك وتم طردهم من هناك، وفي منطقة خيرسون، والآن نرى الجيش الأوكراني في داخل الأراضي الروسية في منطقة كورسك. فبالتالي أعتقد أن روسيا لو استطاعت تحقيق أهدافها اللي حققتها منذ السنة الأولى في الحرب على الأقل، لذلك أعتقد أن يعني الرئيس الروسي وضع نفسه في ورطة أمام الشعب الروسي الذي كان يحدثهم دائما عن العقيدة الأمنية الروسية، يعني بأن لا أحد يستطيع التجرؤ والدخول إلى الأراضي الروسية أو تهديد الأمن القومي الروسي. والآن نرى أن الجيش الأوكراني كما ذكرت في وسط مدينة أو محافظة كورسك. طيب يعني لو تحدثنا أن أوكرانيا في البداية كانت تدافع عن نفسها ضد هذا الهجوم الروسي منذ بداية الحرب، ولكن الآن يعني يجد جديد في هذه الحرب أن روسيا بدأ أو أن أوكرانيا الآن بدأت تتوغل إلى حد ما في مناطق تابعة لروسيا. كيف ترى هذا التغير وماذا يغير في استراتيجية الحرب؟ يعني حقيقة يعني أريد أن أبسط هذا الأمر وأشرحه بسهولة، أن أوكرانيا لا تمتلك من المعدات العسكرية التي تستطيع بها مواجهة روسيا بحرب مفتوحة. ليس لدى أوكرانيا طائرات تستطيع مهاجمة الأراضي الروسية أو صواريخ بعيدة المدى. فبالتالي والدعم الغربي الذي استلمته أوكرانيا هو دعم مشروط بعدم استخدام هذه الأسلحة بالعمق الروسي. فبالتالي منطقة كورسك التي دخلتها أوكرانيا كانت تشكل خطرا كبيرا في هذه الأثناء. وأنا أتحدث معكم من منطقة كورسك يتم مهاجمة مدينة خاركف بقنابل جوية في هذه اللحظات بالضبط. فبالتالي أوكرانيا رأت من دخولها هذا العمق لحماية مواطنيها في المنطقة الشرقية وعلى الحدود، وخاصة في منطقتي سومي ومنطقتي خاركف. إذن ليست هي عملية احتلال يعني حبا في الاحتلال أو اقتضام أراضي روسية، ولكن كعمل حاجز دفاعي لإبعاد الخطر عن تلك المناطق. طيب يعني نتحدث عن أنه هناك شرط لدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأسلحة أوكرانيا بأنها تشترط ألا تدخل في العمق الروسي كما فهمت من حضرتك. طيب ما هي الأهداف إذن وراء ذلك؟ يعني الأهداف هو يعني هذه الأسلحة يمكن استخدامها على الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا. هذه الأهداف هي لتقوية صمود أوكرانيا أمام التوغل الروسي أو التغول الروسي. هذه أحد أهدافها أيضا هو استنزاف روسيا وإطالة فترة أمد الحرب لإمكانية أن توافق روسيا يوما ما على الجلوس على طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بإعادة خريطة أوكرانيا كما كانت في العام 1991 منذ استقلالها. نعم. طيب كيف تفسر أيضا الولايات المتحدة، ربما هذا السؤال أيضا سألته لضيفي السابق أستاذ رامي عبر سكايب من موسكو، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمان الرئيسيان لحرب أوكرانيا ضد روسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، ومع ذلك يعلمون تماما أن الدب الروسي لا يمكن هزيمته. إذن ما تفسير فكرة إرسال الأسلحة لأوكرانيا أنهم لن يحققوا أي يعني نتائج عسكرية أو حتى تدمير لأسلحة ثقيلة أو أماكن حتى استراتيجية في العمق الروسي؟ لا يعني حقيقة لو الغرب صرح لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة بشكل يعني مفتوح يمكن هزيمة الدب الروسي، وأوكرانيا أثبتت للجميع أنه يمكن هزيمة الدب الروسي. صمود أوكرانيا بثلاث سنوات في هذه الحرب وبأسلحة سوفيتية قديمة عند بداية الحرب ومعرفة العقيدة وفهم العقيدة العسكرية الروسية، لأن الطرفان أصلا من مدرسة سوفيتية واحدة، فبالتالي يمكن هزيمته لو الغرب تجرأ على التصريح لأوكرانيا. وأوكرانيا شاركت، يعني خلينا نحكي انه بدايه هذه الحرب في اكتوبر من في العام الاول قصفت اوكرانيا جسر كيرتش في جزيره القرم، والكل ظن انها القيامه، ولكن اثبتت اوكرانيا للجميع ان روسيا لن تستطيع فعل شيء. وبعدها بفتره هاجمت الطائرات المسيره الاوكرانيه قبه الكرملين، والجميع قال انتهى الامر، ولكن حينها اثبتت اوكرانيا ان روسيا لن تستطيع ان تفعل شيء اخر. وهناك حدث الكثير ما بين هذا وهذا من الامور، ولن تستطيع. يمكن هزيمه الدب الروسي لو توافرت الاراده الغربية. والآن في هذه الآونة وزير الدفاع الأوكراني في موسكو في واشنطن للمطالبة بأن تسمح الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة دون شروط مسبقة. طيب إذا كان يمكن الانتصار على الدب الروسي، لماذا إذن يعني حتى الآن لم تحقق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعمهم لأوكرانيا هذا الانتصار؟ هل هناك يعني أغراض أخرى من دعم أوكرانيا وراء هذا
هذه الحرب الدائرة. نعم اتفق معكم، هناك اغراض اخرى، هم يريدون، يعني الغرب يريد روسيا قوية مهزومة وليست ضعيفة مهزومة. ايضا الشأن الداخلي الروسي ايضا هذا يشغل هم الامن دعينا نقول الامن الاوروبي او في اوروبا، قضية روسيا من الداخل، فبالتالي هم يريدون روسيا قوية تستطيع ان تسيطر على زمام الامور داخل روسيا لو حدث ما حدث، افضل من ان تكون هناك اعمال يعني لا يحمد عقباها او وفوضى داخل روسيا. ولكن بالحقيقة الغرب لا يريد من هذا الدعم انتصارا صريحا وواضحا لأوكرانيا بقدر ما يريد استنزاف روسيا. نعم شكرا جزيلا من كييف، حدثنا الأستاذ محمد العروقي الكاتب الصحفي. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعد لاستكمال هذه التغطية. أهلا بحضرتكم من جديد، نتحدث الآن عن التغيرات المناخية التي تحدث في العالم. تحول إعصار شانشان إلى عاصفة مدارية وما زال يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة. يشار إلى أن الإعصار شانشان جاء بعد الإعصار أنبيل الذي عطل مئات رحلات الطيران والقطارات الشهر الماضي، وعقب العاصفة المدارية ماريا. أفادت السلطات في ولاية تسمانيا بجنوب أستراليا بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف بعد موجة باردة جلبت رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة لتنطلق تحذيرات من حدوث سيول. قالت شركة الطاقة في الولاية إن نحو 30 ألف عميل بلا كهرباء. كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الموجة الباردة التي تمر عبر تسمانيا تبتعد، وعلى الرغم من أن الأمطار والعواصف الرعدية لا تزال تهدد بهبوب رياح مدمرة. انقطاع واسع للكهرباء في ولاية تسمانيا بجنوب استراليا بعد موجة باردة جلبت رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة وسط تحذيرات من حدوث سيول. شركة الطاقة المملوكة للدولة أكدت أن عشرات الآلاف من العملاء في أنحاء الولاية التي يبلغ عدد سكانها 570 ألف نسمة عانوا من انقطاع الطاقة الكهربائية في هذه الأجواء الباردة. وأشارت وزارة إدارة الطوارئ في الولاية إلى أن الممتلكات وخطوط الطاقة والبنية التحتية تضررت، وأن هناك احتمالا بأن تغمر المياه الممتلكات وتنقطع الطرق، مؤكدة أن تكاليف إصلاح الأضرار كبيرة. من جانبها قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الموجة الباردة التي تمر عبر تسمانيا تبتعد، على الرغم من أن الأمطار والعواصف الرعدية لا تزال تهدد بهبوب رياح مدمرة. بينما أصدرت سلطات الطوارئ تحذيرات من السيول، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في عزل سكان تسمانيا لعدة أيام. وبينما تتأهب الولاية لموجة باردة أخرى متوقع حدوثها، تلقت السلطات 330 طلبا للمساعدة في الساعات الماضية.
جدير بالذكر أن ولاية تسمانيا تقع على مسافة 445 كيلومترا من مدينة ملبورن الأسترالية، و40% من مساحتها مناطق برية أو محميات طبيعية. هاتفيا ينضم إلينا دكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئية. دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. إذن أهلا بحضرتك. تغيرات مناخية كبيرة يمر بها العالم أجمع، سواء كانت رياح أو أمطار أو زلازل أو براكين أو حتى ارتفاع درجات حرارة، كلها تسبب أضرار مادية كبيرة، والمتضرر الأكبر هو الإنسان في النهاية، وحتى البنى التحتية في جميع دول العالم التي تعاني من هذه التغيرات المناخية. لو تحدثنا في البداية عن أسباب هذه التغيرات، ومتى ربما تنتهي هذه الموجات التي يعني سمعنا عنها مؤخرا؟ يعني أعتقد لما كنا صغيرين شوية ما كانش فيه هذه التغيرات. طيب خلينا نوضح بس لحضرتك والسادة المشاهدين، اللي بيعاني من التغيرات المناخية الحالية أو الاضطرابات المناخية أو الفوضى المناخية أو ما نسميه بكل المسميات، هي حالة غير طبيعية للمناخ بيشهدها العالم أجمع، هي بيتضرر منها الإنسان. ولكن خليني أؤكد مع حضرتك أن المتسبب في تلك الفوضى المناخية هو الإنسان باستخدامه التكنولوجيا أو بالإفراط في استخدام التكنولوجيا. فبالإفراط في استخدام التكنولوجيا، مثلا استخدام السيارات والانبعاثات الكربونية وما ينتج عنه من طبقة في الغلاف الجوي بتحول دون خروج الحرارة من خارج الأرض، ارتفاع الغازات الدفيئة، ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق بينتج عنه في الكرة الأرضية، بيرتفع فيها درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة، بينتج عنه ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، ذوبان الجليد بينتج عنه فيضانات في مناطق بتغمر المياه من بعض المناطق وبتجف المياه من بعض المناطق الأخرى. نتج عن كل هذا انحدار أو انحدار محور الأرض، الكرة الأرضية بزاوية تعادل 24 درجة، بما يعادل من 10 بحوالي 18 متر إزاحة المحور الكرة الأرضية، وبالتالي حركة دوران الكرة الأرضية حوالين نفسها فيها هزة أو فيها اهتزاز، بالإضافة إلى حركة الكرة الأرضية حوالين الشمس بيكون هو حتة بقى تغيرات حتة الفصول الأربعة، نتج عنها اختلال أو خلل في الفصول الأربعة المناخية الأربعة. ولكن خلينا نكون صريحين مع السادة المشاهدين ان ما انتجه الانسان يستطيع وبقوه انه يرجع الارض او طبيعه الارض الى وضعها الاصلي. فبالتالي احنا بنعاني من ظواهر مناخيه شديده زي ظاهره النينو اللي بدات في يونيو 2023 واستمرت حتى وقتنا هذا. بنشهد حاليا ظهور ظاهره اللانينا في المحيط الاطلسي، ودي اول مره تحصل. يا دايما اللانينا بتبتدي بعد النينو في المحيط الهادي، لكن ظهورها الان في المحيط الأطلسي وانخفاض متوسط درجات الحرارة في المحيط الأطلسي بمعدل نص درجة الواحد درجة مئوي المتوسط، يعني درجة الحرارة في المحيط الأطلسي 20 درجة هتقل تبقى 19. فبالتالي انخفاض درجة الحرارة ده هيلي في الخريف الحالي انخفاض شديد، انخفاض درجة الحرارة في المحيط الهادي بنفس المعدل. وبالتالي هنشهد شتاء قارس جدا. فالانتقال من صيف حار جدا وفيضانات وعصير وجفاف إلى شتاء قارس جدا. لكن احنا مع الاتجاهات الدول جميعا، واللي احنا لازم نشير بالإجادة والإشادة بجهود دولتنا المصرية الجميلة في هذا الشأن خصوصا في ملف البيئة، خليني لازم أسرد لحضرتك احنا بنسير لفين في الحتة دي عشان بنأكد للناس حوالينا العالم كلها ان احنا مش واقفين، مش مكتوف الأيدي. احنا حتة التحول من الوقود الاحفوري للطاقة الجديدة والمتجددة، احنا الهدف بتاعنا في احنا وصلنا حتى وقتنا هذا التحول التدريجي للطاقة الجديدة والمتجددة، وما تعدينا 30% كان التارجت بتاعنا 20-30 نعدي 50%. تمام، فاحنا حاليا عدينا 30 أو 35%، فاحنا التارجت بتاعنا واضح. خلينا اقول لحضرتك
طيب يعني بالتأكيد الجهود المصرية دكتور تحسين في هذا الملف تحديدا يعني كانت تجربة ناجحة، وربما أخذت الكثير من الدول توصيات عن مؤتمر كوب 27 الذي أقيم طبعا في شرم الشيخ، وبالتأكيد تحول مصر من استخدام الوقود الأحفوري أو الطاقة التي ربما تنفذ في يوم من الأيام إلى الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، هي بالتأكيد جهود لابد أن يعني يشاد بها حلقات بالتأكيد. حلقات تناقش فيها الجهود الدولة المصرية، الانتقال للإنتاج الهيدروجين الأخضر، الميثان الأخضر، سيارات الكهرباء اللي آخر العام الحالي هتنتج سيارات بالطاقة الكهربائية، خطوط الإنتاج للطاقة العربيات بالطاقة الكهربائية خلال العام 25، حتة الاستخدام القطار الكهربائي، المونوريل، الأوتوبيس الترددي. احنا بصراحه يعني الحمد لله بنسير بخطه ثابته وقويه جدا في ملف الطاقه وفي اتجاه ملف التغيرات المناخيه، ولنا الحزم ورياده بدايه من مؤتمر كوب 27 وحتى وقتنا هذا، وان شاء الله يكون لنا مردود ايجابي اكثر بكثير في خلال الفترات القادمه ان شاء الله. دائما الدوله المصريه ما تكون يعني مواكبه لكل التغيرات في العالم، وطبعا جدير بالذكر الاشاده بدور الحكومه المصريه في التعامل مع هذا الملف. نجحت الدوله المصريه في هذا، ولكن لا يمكن يعني التغيير او إحداث هذا التغيير بدون تكاتف العالم أجمع. ما الذي يجب أن يقوم به العالم أو دول العالم نحو يعني الوصول إلى التوازن البيئي الذي نسعى إليه للقضاء على هذه التغيرات المناخية والعودة مرة أخرى للفصول الأربعة التي اعتدنا عليها، الربيع ربيع والصيف صيف والشتاء شتاء؟ في البداية لازم يكون الدول الكبرى اللي هي ليها نقول الدور الأكبر في تلوث البيئة زي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لها دور إيجابي في ملف التغيرات المناخية، ويجب أن يكون لها دور فعال وليس قولا فقط. المؤتمر القمة الجاي 29 في أذربيجان لازم يكون لهم كلمة، بكلمة مش كلمة بس، يعني كلمة غير التعهد. احنا خلاص زهقنا من موضوع التعهد، لازم يكون لهم وقفة وتطبيق عملي لمواجهة التغيرات المناخية. فهنا الدول الكبرى لازم يكون لها بصمة في هذا المنشأ، ويجب أن يكون لها دور إيجابي. ثانياً حتة إيقاف الحرب دي من لها دور يعني سلبي جداً. يعني نتكلم في الحرب الروسية الأوكرانية، لها سبب قوي جداً في حتة نشاط بعض البراكين هناك، بالإضافة إلى المتفجرات اللي أدت إلى خلل في حتة تسيح الثلج هناك، حتة الخلل اللي حصل في الكرة الأرضية نتيجة لذوبان الجليد. ذوبان الجليد ده بينتج عنه خلل من الكره الارضيه، حته توزيع اليابسه والمياه بيحصلوا نوع من الخلل، لان الفيضانات ذوبان الجليد بيؤدي الى حدوث فيضانات في بعض الدول وانخفاض معدل المياه في دول اخرى، فبالتالي الخلل ده بيكون له مردود سلبي على العالم اجمع. كذلك حته الحرب ما يدور في فلسطين وما يحدث من تدميرات وتاثير على البنيه التحتيه، وطبعا حتى قتل الآلاف من الفلسطينيين، ده كله دور سلبي جدا، لأن ارتفاع نسبة التلوث في المنطقة دي بالذات وصل 5.5%، أفريقيا بحالها 6%، فكيف أن المنطقة دي في أقل من نتكلم من 11 شهر وصلت 5.5% بما يعادل قارة أفريقيا بكاملها. أدى إلى نوع من نشاط البراكين في دول البحر الأبيض، في منطقة البحر الأبيض المتوسط هتلاقي ان حضرتك البراكين بدات تنشط في المنطقه ديت بمجرد حدوث تلك الحرب، فدي برضو من ضمن الاسباب التي تؤدي الى نشاط البراكين والزلازل في تلك المناطق. وهيكون لها تدميرات اخرى او تبعيات اخرى. الناس بتتكلم المردود الايجابي ان احنا نبتدي نفكر في صالح المجتمع، في صالح البيئه، في صالح الكون، صالح الكره الارضيه، وليس في الصالح الشخصي، لان ما يحدث الان سيدمر بلاد بكاملها، ما يحدث في أثيوبيا. دكتور تحسين، هل تكفي هذه التعودات التي أخذتها الدول الكبرى، التكنولوجية الصناعية الكبيرة على نفسها بتمويل الدول الأكثر تضررا من هذه التغيرات المناخية؟ هل تكفي هذه التمويلات وحدها، أم أن هناك العديد من الممارسات الخاصة بالإفراط في استخدام التكنولوجيا يجب أن توقف الآن للقضاء على هذه المتغيرات؟ خليني اقول لحضرتك ان كان التعهدات او انهم يوفوا بالتعهدات ديت في كوب 27 كانت كافيه في ذلك الوقت، ولكن الان
يجب أن يتم التغيير. إحنا دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية بتسمى تلوث البيئة بنسبة تتعدى 22.5%. يجب أن يكون ما تساهمه الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة ملف التغيرات المناخية يجب أن يوازي نسبة التلوث التي تحدثه في العالم. كذلك الصين 18.5%، الاتحاد الأوروبي 12.5%. دول أعلى ثلاث فئات. يبقى هنا الموضوع لم ولن يتوقف عن حتة نحن نقول يعني دعم الدول التي تعاني من التغيرات المناخية، لأن هذا لم ولن يفي. لأن إحنا لو هنفكر أو هنتكلم على المتضرر الوحيد في هذا الشأن الولايات المتحدة الأمريكية 22.5%، ده نسبة تلوث. لو حضرتك هتشوفي مدى عدد نسبة عدد الإعصار وعدد ونسبة الفيضانات وحرائق الغابات اللي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، أبص تلاقي إن تعدت الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية تعدت $2 تريليون. فبالتالي الموضوع ما بقاش موضوع حتة $100 مليون هيبقى لهم قيمة أو 100 مليار حتى لهم قيمة. صحيح. احنا بنتكلم على مستقبلا ان هم اولا يبتدوا ان هم ينفذوا اتفاقيات الأمم المتحدة بالتوقف النهائي عن استخدام الوقود الأحفوري، وده اللي حصل في COP28. كان جوتيرش أشار إلى هذا، يجب التوقف النهائي الآن عن استخدام الوقود الأحفوري، وما ستحذوه الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن يحذوه دول العالم وفي الأخص دول الخليج العربي، لأن المتضرر الكبير منها في هذا الشأن هي الدول التي تهمل ما ينتج عنه مؤتمرات قمم المناخ، وسنشهد بذلك خلال الفترات القادمة. صحيح. إذا طلب مني أن أتحدث عن الأضرار والخسائر التي تتعرض لها تلك الدول بخصوص بشأن التغيرات المناخية، سنجد أن شعوب تلك الدول ستحاسب تلك القيادات تلك الدول محاسبا عسيرا، لأن هذا يدمر اقتصاديات تلك الدول، لأنهم لا يعني بنقول إنهم اهتموا بصالحهم، ولكن أنا لا أرى أن هناك حتى اهتمام بصالح تلك الدول. الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية تفوق بكثير المصالح التي تعود عليهم من استخدام الوقود الأحفوري. دكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئية، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة. انتهت هذه التغطية، وإلى اللقاء.